السلام عليكم. بغيت نتكلم على موت الشاب القاصر اللي في عمره 17 سنه اللي تقتل على يد شرطي فرنسي في ضواحي مدينه باريس. الله يرحمه. انا لله وانا اليه راجعون، هم السابقون ونحن اللاحقون. والله يصبر بميمته. وحنا كمسلمين عارفين الاجل يكون بيد الله وكتب عليه انه يموت بهذه الطريقه وفي هذاك اليوم. وبغيت نوصل لكم بان المسلم ليس عنيفا، هرسته وحرقته وربي ما كيبغيش هذا الشيء. كان عليهم يتجمعوا ويديروا وقف احتجاجي ويديروا اضرابات ويطالبوا بالحق ديال هذا الطفل هذا المراهق باش هذا الشيء ما يبقاش يوقع. وغادي يكونوا معاهم مسلمين وغير مسلمين، الناس اللي كيبغيو الحق غادي يكونوا معاهم، لان كاينين كثيرين. واخا كاينه العنصريه راه كاينين الناس واخا ماشي مسلمين، الناس كيبغوا الحق، ولكن شوهتوا بالاسلام ديالنا واستغلوكم هذوك الناس لهدف ديالهم واحد اخر باش يوصلوا للهدف ديالهم. والاكثر اللي داروا هذا الشيء ما فاهمينش الاسلام وربما ما كيصليوش، هذاك الشيء بينهم وبين الله. وان الاسلام ديالنا دين اليسر ماشي دين العسر، والفتنه اشد من القتل. وهذاك الشيء اللي هرسته وحرقته ماشي الدوله اللي غتخلصو، المواطن اللي غادي يخلصو. حشومه عليكم، الله يهديكم والسلام عليكم.